الحالتين يا فندم اللي احنا عملناهم الاولى والثانيه من الخط الثالث بيجيله حتى 600,000 راكب، ده مخطط، انما الحقيقي بيتجاوز ال 750,000 راكب. موقف تنفيذي للمرحله اللي احنا فيها حاليا يا فندم، احنا عندنا مجموعه عقود عباره عن 5 عقود رئيسيه. العقد الاولاني اللي هو جي 1 ده اللي هو فيه اعمال انظمه الاشارات والمركز والاتصالات، زي ما سيادتك شايف من الجدول في السطر الاخير فيه نسب الانجاز بالنسبه للعقد ده، وصلنا نسب التقدم للاعمال 92%، يمكن اللي متاخر شويه التركيز في الموقع 54%، وده احنا دايسين فيه حقيقي نجري وهنلتزم بالخطه الزمنيه اللي التزمنا بيها مع حضرتك ان شاء الله. بالنسبه للعقد بتاع جي 2 فندم، وده الاعمال الانشائيه والتشطيبات، وده نسبه الانجاز للاعمال الانشائيه عامه وصلت 93.5 تقريبا، اعمال التشطيبات وصلت 75%. كان سيادتك بلاحظ يمكن محطه الاهرام هي اقل المحطات اعمال التشطيبات، ولكن فيها شوط كبير مقطوع هنلحق نخلص ان شاء الله. بالنسبه للعقد جي 3 بتاع الاعمال الكهربائيه والميكانيكيه والتذاكر فندم، برضو احنا وصلنا لتقدم الاعمال ل 93%، التركيب في الموقع 56%، الاختبارات هي اللي بتاخد مننا وقت شويه، دي اللي لسه بعد ما بنركب حاجتنا بنبتدي اعمال الاختبارات، وعشان كده هي واطيه 13%، ودي بعض الصور للاعمال الكهربائيه والميكانيكيه لعقد جي 3. بالنسبه لشيء 4 فندم، وهي اعمال السكه تشمل معانا الخط القضيب الثالث، نسبه انجازهم 77%. هو حقيقه اعمال السكه تقريبا تكاد تكون 100% تركيب سكه، ولكن اعمال الخرسانات اللي في حدود 65% ده المتوسط اللي بنقول عليه 77%. ديت برضه ما فيهاش مشكله وماشيه بمعدلات كويسه يا فندم. هنوري لسيادتك صور وان شاء الله واحنا ماشيين بنتفطر في المرحله دي هتشوفها الرؤيه العين ان شاء الله. ديت صوره محطه المعرض اللي موجوده حاليا، نسبه الاعمال المدنيه فيها وصلت 97% والتشطيبات 86%. ودي الاعمال الكهربائيه والميكانيكيه اللي موجوده في محطه المعرض. يمكن ان نسبه الاعمال تقدمت كتير 56% و93% المالي، ال 13% هي اعمال الاختبارات، ودي اللي احنا هنجريها في الفتره الجايه ان شاء الله. بالنسبه لمحطه الاستاد احنا الاعمال المدنيه 98% والتشطيبات 86%. احنا يمكن قدام حضرتك هنا احنا ادي الرصيف وادي المحطه من تحت، ادي الليفل بتاع التذاكر، ادي منطقه السكه، وده شكل السلم والاسكليتر، ودول راكبين يا فندم ممكن متغطيين بس عشان نحافظ عليهم. الاعمال الكهربائيه والميكانيكيه فيها الحمد لله رافعين فيها شوط كويس. محطه كليه البنات الاعمال المدنيه 93%، التشطيبات فيها 66%، 66.5%. الاعمال الميكانيكيه والكهربائيه في كليه البنات برضه معدلاتها ماشيه كويس قوي، يمكن واضح قدام سيادتك شكل النفق بالاضاءه بالكنترول بالسيجنالين في شغل الكابلات اللي شغال فيه ان شاء الله. محطه الاهرام اللي احنا فيها حاليا يا فندم، الاعمال المدنيه فيها 89% والتشطيبات 60%. الاعمال الكهربائيه والميكانيكيه في محطه الاهرام اللي احنا حاليا موجودين فيها، دي الاعمال الكهربائيه والميكانيكيه اللي انتهت. هتبقى لنا محطه هارون فندم، وديت محطه مش هينتهي تشطيبها دلوقتي، قدامنا فيها سنه، الاعمال الانشائيه فيها وصلت الى 60%. هنا الصوره ديت احنا واخدين الصوره دي عشان تبين لسيادتك مستويات المحطه الثلاثه، ودي شكل المكنه بعد ما كشفنا عنها، هتبان في الصوره الثانيه. اهي شكل المكنه فندم اللي موجوده في محطه هارون دلوقتي بعد ما كشفنا عنها. المحطه بالشكل ده، ده اتجاه العباسيه فيها وده اتجاه المطار. الفتحه ديت واقفه جاهزه
ان المكنه ان شاء الله يا هتكمل في اتجاه المطار ونكمل فيها المرحله الرابعه يا بتخرج من الفتحه دي. عاد جي 5 فندم اللي هي اعمال الوحدات المتحركه. الحمد لله احنا ما عندناش مشكله في عقد مع سيماف من 7 اطارات انتهى القطر الاول والثاني والثالث والرابع مليون 4 اطارات. الثلاثه دول كل شهر بنستلم قطر. الثلاثه دول يا فندم مش معطلنا لاننا اطارات المرحله الثانيه كلها كملت، عندنا 9 اطارات، الثلاثه الباقيين دول بنعملهم احتياطي للقطارات بتاعت، فاحنا مش عطلانين الحمد لله، القطارات موجوده في كشف. ده شكل الاطارات في سيماف يا فندم وهي بتتجمع، مرحله تجميع الشاسيه والاجزاء والمقدمه. ده شكل الاطارات لما ابتدت تبان شكلها وتتجمع. ده شكل القطر يا فندم بعد ما انتهى. ده القطر داخل المصنع ابتدى يخرجوه، ابتدى يقفلوه عشان يحركوه الى منطقه شهرة الخيمة عندنا، وده جرار بيوتر القطر عشان يوصله الى منطقة تخزين شهرة الخيمة. المرحلة الثالثة يا فندم اللي ان شاء الله احنا بصدد النشر والاعلان عنها ان شاء الله. المرحلة ديت عبارة عن طولها 17.7 كيلو، متكون من 15 محطة، 8 محطات نفقية اللي هي باللون الاحمر ليبني، و5 باللون الازرق ودية العلوية، بالإضافة إلى 2 محطة سطحية. المرحلة الثالثة فندم مع الأولى والثانية منتظر إن هم ينقلوا لنا 1.5 مليون ركبة. إحنا بالنسبة للمرحلة الثالثة الحمد لله كل وثائقها إن كانت اللوحات التصميمية إن كانت مستندات الطرح كاملة فندم، ما فيهاش مشكلة بالنسبة لنا للطرح. الفلوس بتاعتها التمويل بتاعها جاهز، عندنا 940 مليون يورو جاهزين، منهم 300 من الوكاله الفرنسيه و600 من بنك الاستثمار بي اي بي، بالاضافه ل 40 مليون لصالح الدعم الفني الاستشاري. المرحله الرابعه فندم بتاعت الخط الثالث هي اللي هتبتدي من محطه هارون. محطة هارون هتروح لمستشفى اليوبس، بعديها المسكن، هندخل على نادي الشمس والنزهة 1، هتنتهي عند النزهة 2، دي كمحطات نفقية. هيبتدي البي دكت إن شاء الله الجزء العلوي الأزرق دوت اللي هي من داتا من نزهة 2 وقباء وعمر بن الخطاب حتى مدخل مدينة السلام اللي هو بيسموه موقف العاشر، وهيدخل نفقة الحتة دي يتفنن عشان يدخل على حتة المطار على ترمينال 1 في المطار، والجزء دوت هيبقى جزء الأول. طبعا سيادتك احنا حضرنا مع سيادتك والسيد وزير الطيران والاستاذ محافظ القاهرة، وكان هناك مقترح ان احنا ننزل من النزهة 2 هنا اهو ندخل على ترمينال 1 مباشرة، ولكن يعني احنا بندرسها حقيقة، ولكن يمكن هلاقي مشكلة شوية في التشغيل عشان الخطوط المتر ما بتحبش تفريعات البيش الشيب والديل، انما احنا حقيقي بندرسها و وفي لجنه متشكله مننا ومن الطيران المدني هنوصل لانسب حل فيها ان شاء الله. الخط الرابع ده فندم كان فيه الورشه بتاعته، وديت كانت حوالي 85 فدان، وديت كانت موجوده في الاتجاه الاخر من الناحيه الثانيه من الخط، وديت كانت من مناطق زراعيه، حقيقي استحرمنا ان احنا ناخد المساحه دي من المناطق الزراعيه اللي استقطعها، وفضلنا ان احنا ناخد المساحه دي اللي هي ال 65 فدان بتوع الانتاج الحربي اللي عند مدخل مدينه السلام ده، ودي اللي سادتك يمكن كانت مجلس اداره في هيئه المجتمعات العمرانيه، وسادتك بلغتنا ان هم وافقوا عليها عشان الحمد لله. هي حقيقة انجاز ان نخلص في الموضوع ده. بالنسبة للخط الرابع فندم، وده برضه موضوع المطروح عندنا دلوقتي، وان شاء الله عندنا امل مع بداية السنة نبتدي شغل ان شاء الله. الخط الرابع ده فيز 1 فيه يا فندم
اللي هي الجزء الازرق اللي عندنا ده، ودوت ماشي من محطه البوستات هيوصل لحد منزل الطريق الدايري عند مدينه اكتوبر عند اقتصاد بالظبط دريم لاند. المرحله الاولى فيز 1 بي ديت اللي بتمولها عندنا في الشرق. الجزء الثاني اللي هو الملون باللون الاخضر ده، وده ماشي من محطه البوستات هيوصل لينا لحد مدينه نصر واول الدايري عند التجمع. ادي محطات المرحله الاولى في يا فندم، عباره عن طول 19 كيلو وعندنا في 17 محطه. دي مقترحات لاشكال المحطات اللي هتكون مرتبطه بالفيز 1 من الخط الرابع. طبعا عشان احنا ماشيين في منطقه اثار ومنطقه الاهرامات يمكن المحطات واخده بالشكل الرابع للاسف. بالنسبه للفرد بتاع الفيز 1 من اللاين 4 فندم، الفرد ده موجود واحنا بنخلص مع الجانب الياباني الاشتراطات بتاعتهم ومن السندات بتاعهم ووصلت التصميم الياباني. قيمه الفرد ده فندم تقريبا 1.2 من 10 مليار دولار. مده السماح بتاعتها 10 سنين، السداد هيكون في حوالي 30 سنه. صحيح نسبة الفايدة عليه منخفضة جدا من 10% سنة.